والحقيقة أستاذ عماد وأنا كنا بنتكلم عن كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي وحديثه أثناء تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية. عايزة أعرف تعليق حضرتكم على هذه الكلمة وهذه الرسائل، رسائل تطمين زي ما أراها أستاذ عماد، رسائل تطمين للداخل ورسائل ردع للخارج. تفضل سيدي. صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعلى مصر كلها. 6 أكتوبر من الأعياد اللي لا تنسى على مدى التاريخ. أعتقد حرب أكتوبر دي تعتبر درة الانتصارات في تاريخ مصر الحديثة والمنطقة العربية بالكامل. حرب أكتوبر كانت مثال للتخطيط الاستراتيجي الدقيق جدا جدا في الحرب على العدو اللي احتل أرضنا، وكان يجب ان احنا نحرر أرضنا ديت بالقوة. زي ما قال الرئيس جمال عبد الناصر: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بغير القوة. أما عن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا عايز أقول إن دائما ما الرئيس عبد الفتاح السيسي يتميز في خطاباته بإرسال توجيه رسائل طمأنة للشعب، طمأنة للشعب داخليا وخارجيا. صحيح. لأن مصر خلال الفترة الحالية بتمر بظروف عصيبة جدا، جميع المنطقة حوالينا مشتعلة. احنا عندنا الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي في اسرائيل وفي قطاع غزة وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق مشتعل، جنوبنا السودان وما يحدث في السودان وفي عمقها اثيوبيا وما يحدث في اثيوبيا والصومال، الغرب عندنا في ليبيا. نحن محاطين بالتهديدات، والبحر الأحمر طبعا والحوثيين. احنا محاطين بالتهديدات من جميع الاتجاهات، وكان يجب ومش كان يجب، هو دائما ما يوجه رسائل طمأنة للشعب. لا، مصر قوية، مصر الجندي المصري في 73 كان مثال يحتذى به.